قانون السلسله يمنع التوظيف في القطاع العام. نعم. توظف 5000 موظف. عظيم. كيف توظفوا؟ مين وظفهم؟ عرفت شيء؟ وفقا لاي معايير توظفوا؟ عرفت شيء مين اللي وظفهم؟ معروف مين اللي وظفهم. مين عم بيوظف اليوم؟ رح اقول لك مين عم بيوظفهم. مين عم بيوظفهم؟ مين وظف اليوم؟ كل وزير وزراء الهويت وزراء كل وزير جاب معه ليستا وطلع على مجلس الوزراء. غير صحيح. وانا بدي اقول من هون الفضيحه الكبيره بالدوله اللبنانيه هي التيار الوطني الحر. الفضيحه الكبيره اكبر عدد ممكن وفقا لمعيار البطاقه. لك يا خيي عم تسياسيات شو بدكم تعملوا؟ رح تفوتوا انتم اليوم عم تحكوا بالاليه. عيب نحكي هيك امام ولا موظف يا خيي. لا عم بالشوم ما تقولوا هيك. ولا عندي اسامي لك يا خيي. عنده اسماء بس انا بدي اقول لك شو معناه. نحن هيدا الملف يا زياد. نحن هيدا الملف يا عم طمول معروف خليه يخلص كلامي. لا مش صحيح. ما تسيس هذا الموضوع. ما تسيس هذا الموضوع. لا بدي سيسه. لا لا التوظيف العشوائي والتوظيف الانتخابي وصل الى مزيد من سوا. كلكم سوا. لا مش كلهم سوا. كلكم انتم اللي وظفتوا. انا شو خصني؟ شو خلصك انت؟ انت مش من ضمن تكتل سياسي يا حسبته. نعمل بفوت على الدوله بفوت عنده على القطاع الخاص. وظفوا بالقطاع الخاص ما يفوق عن القطاع العام. القطاع العام ما يفوق عن 5000 موظف معياره للكفاءه ولمجلس الخدمه المدنيه. انتوا شو عملتوا؟ انتوا شو عملتوا؟ اكلتوا الضرب. لا يا خي ما اكلنا شيء. دوله اكلت الضرب. لحظه يا حبيبي هلا بالمره